والسادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذه الندوة الوطنية، هذه الندوة بتجليات قلبي بطبيعة الحال للنظر إلى الحضور الذي معنا حاشية هذا اليوم، لكن لتجليات أخرى، تجليات اجتماعية وتربوية. يأتي هذا المرتقى تخليدا للأيام الأممية للمرأة وتعريفا بأحكام القانون رقم 19 و12 المتعلق بتشغيل العمال والعاملات المنزليات الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهور قليلة. ولا شك أن موضوع هذه الندوة يدخل ضمن صلب اهتمامات المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية، وذلك من منطلق أن من الأهداف الأساسية للمرصد وهو رصد قضايا المجتمع والتفاعل بشأنها ومواكبتها سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الاجتماعية، وأيضا الاستعانة بالقدرات البحثية لمختلف الفاعلين من أجل وضع الأسس والتفكير في السبل الكفيلة بضمان الحماية القانونية للفئة المستهدفة. فتعد فئة عاملات المنازل التي نحتفل بها اليوم من الفئات التي تعمل في صمت، فئات تعمل خلف الستار من أجل إسعاد الأجير وأيضا توفير راحة أعضائه، والكل في نكران للذات. إذن اليوم يجمل بنا أن نعترف بجهودهن ونكرمهن في هذه المناسبة احتفالا وتشريفا وتحفيزا لهن على مزيد من العطاء والبذل. نحضر اليوم هذه التظاهرة العلمية الوطنية التي ينظمها المرصد الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاجتماعية في موضوع ذو أهمية وراهنية، يتعلق الأمر بالحماية القانونية والاجتماعية لعاملات المنازل مقاربات متعددة. وطبعا لا شك بأن اختيار هذا الموضوع جاء نتيجة أو سياقه العام يتعلق بالاحتفال بالأيام الأممية للمرأة، وكذلك في إطار دخول القانون المتعلق بتشغيل عمال وعاملات المنازل حيز التطبيق. وبالتالي ستكون هذه الندوة العلمية يعني فرصة ومناسبة للوقوف على نطاق الحماية القانونية التي يقررها بالشكل الذي سيجعل مختلف الحاضرين ومختلف الفاعلين ومختلف المهتمين يناقشون تقاطعات هذه المقتضيات القانونية في علاقتها بباقي القوانين وفي علاقتها كذلك بمختلف المواثيق الدولية ذات صلة، للنظر وللبحث عن مدى ملائمة التشريع الوطني مع مضامين الاتفاقيات الدولية، لا سيما وأن الدستور المغربي أصبح ينص وبصريح العبارة على ضرورة طبعا ملائمة التشريع الوطني للمواثيق الدولية.